سعداء جدا تحتضن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الملتقى الجهوي الأول في النسخة ديالو الأولى حول التربية. هي فرصة اليوم ما يفوق 70 عارض وما يفوق 30 ألف زائرة وزائر للتواصل المباشر مع الأخصائيين في التربية والتكوين، سواء إداريين تابعين للمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بحيث خصنا 16 رواق خاص يعني بالتواصل المباشر ما بين المديريات الإقليمية وما بين المواطنين والشركاء. خصنا أيضا رواق ديال الأكاديمية الجهوية نعرض فيه يعني كل المستجدات والحصيلات الأكاديمية، وأيضا فرصة بالنسبة لنا للتواصل المباشر مع الشركاء من أجل عقد شراكات لدعم المدرسة العمومية، من أجل دعم الجودة في المدرسة العمومية. اليوم أيضا هناك كنعتبرها فرصة من خلال هذا الملتقى للتواصل المباشر والاستماع لكل المتدخلين في منظومة التربية والتكوين، سواء من داخل المدرسة من داخل المنظومة أو من خارج المنظومة، الاستماع أيضا لكل الفاعلين سواء الفاعلين الاقتصاديين أو المجتمع المدني من أجل الاستماع لنبض الشارع أيضا ولنبض يعني كل المتدخلين من أجل الرقي بجودة التعلمات داخل المدرسة المغربية. هي فرصة كما ذكرت لتقاسم التجارب الناجحة ما بين المؤسسات العمومية الحاضرة والمؤسسات الخصوصية، وأيضا من أجل التفاعل مع القطاع الخاص من أجل بناء شراكات فاعلة لدعم المدرسة العمومية كما ذكرت.